كيفكم؟ اليوم جات لكم فيديو جديد من قناتي انا شمعة فيديو. اليوم جايز احنا نلعب لعبة ما بالبيت، بس اليوم جايز بدي اشتري ايفون برو ماكس، بس مصاري العادية ما بتأدي، حتى كده رح احول بيتي لحضانة اطفال وبس. ويلا بينا. حضانة للاطفال، حضانة للاطفال. 1 hour later. اوف يا ليه ما حدا بحط ولاده عندي؟ انا مالي شريره. مرحبا. اهلا وسهلا، كيف بدي اخذ بيكوني؟ انا بدي سجل ابني بالحضانه عندك، كل يوم رح اجيبه بالليل والصبح رح استلمه. تمام تكرمي، بس انت ايش بتشتغلي لحتى جايبتيه بالليل؟ انا دكتوره بالمشفى وعندي دوام مسائي، زينك رح اسجله بالدوام المسائي عندك. شكرا، الله يعطيك العافيه. كل ساعه اعطي مبرونه حليب وكل ساعتين غيروله الحفاضه. تمام تمام خالي، تكرمي. حضانة للأطفال، حضانة للأطفال، حضانة للأطفال. مساء الخير. أهلا خالي، مساء النور، كيف فيني أخدمك؟ بدي سجل ابني في الحضانة عندك، ممكن تعطيني فيه اعتناء ممتاز جدا؟ فكي 4-5 مرات بالليل واعتني فيه وعطيه كل ساعة ببراين حليب لطفا. تمام خالي، بس انت ايش بتشتغلي بالليل؟ فنانة منوعة وغني وبرقص على المسارح. اتمنى يعجبك ابني. ها؟ ايه رح يعجبني كتير كتير. يا لطيف، اللهم عافينا. انا ايش فتحت حضانة ولا شنو؟ انا اول شي اخذت بيبي ابن دكتورة، بعدين بيبي ابن رقاصة. احلو، لا تبلشوا يبكوا، انا كيف رح اربيهم؟ انا ما بعرف شي اصلا، ليش بتعطى الحضانة؟ احسن شي اتصل برفيتي زينب، هي دايما بتساعدني بالمواقف الصعبة. الو زينب، عملت حفلة كتير كتير كبيرة، ارجوكي تاعي. تمام عم بستناك، الحفلة صلى ساعتين. واخيرا شفنا حضانة تقبل فيك يا ابني، كل الحضانات الماضية تقلعوك من كتر ما بالشاغب وبتهرب من الحضانة. اهلا وسهلا خالي، كيف فيني اخدمك؟ بدي سجل ابني بالحضانة عندك بشكل يومي، كل يوم رح اجيب له للحضانة اللي عندك وبيجي بستلمه المساء. تمام، الله يعطيك العافية. ماشي، الله معي. الحمد لله يا رب، ما صدقت اخلص من ابني، الحمد لله. اروح اهرب قبل ما يتغير رأيه. ليش هي المرة هيك بتحكي على ابنه؟ بين عليه عاقل. حضانة للأطفال؟ لك شو عاملة يا شيخ؟ يا هالبنت شان مجنونة، رح تجنني، رح أطفال شو عاملة جوا، بس ما يكون في عندها أولاد كمان. جنونة يا عرض تعنطة يا عرض تعنطة شيخ، يا مجنونة يا مجنونة، خلص نارك يا عرض نارك في الأرض مني معيك. لك شك انت جيتي؟ اهلا زينب، ما انتبهت انيكي هون. شو عاملة ببيتك؟ ليك هالولاد موجودين؟ بدي اشتري تلفون برو ماكس، بس العادية ابدا ما قدرت، فعديك انا فتحت حضانة. ممكن تساعديني حبابي؟ انت عندك اخوة، بتعرفي كيف تتعاملي مع الاولاد. 50-50 الارباح، 50-50 وبساعدك. اوكي، مين بدي بلش هلا؟ بما انه هذا بيتي انا رئيسة العمل، روحي عندك الولد الصلوك، لا تساعده تبكي وما عم بعرف ايش اساوي له. شو؟ 3 ساعات عم يبكي الولد؟ ما غيرت البامبرز ولا عطيته ببروني؟ هي مربية ظالمة جدا، اخطأوا كثير لما ترك اولادهم عنده. رح اروح اطلع الطفل واعتني فيه. وانت ارد، شو اسمك؟ خلاص عود حاجت، نط 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 نط، ارد عود بقى خلاص. يا شو هالريحة الكريهة؟ هذا الطفل بده غيار البامبرز، عم يبكي جوعان، بده حليب، بده ببرونة. لك شوفي ايش بده واعملي، انا ما بعرف شي. شام بدي كاكا، شام بدي كاكا، شام كاكا، شام كاكا. شو هالريحة الكريهة؟ حط فواصل بين الكلمات، مو شام كاكا، شام بدي كاكا. امشي يلا على الحمام. ولي عليكي يا شام، شو بتعملي؟ كل مشكلة بتعلقيني معك. هاي خلاص صار ريحتك لطيفة وانطفت، غيرت لك البامبرز. واخيرا انا جبت الحليب، هذا الحليب يمين يمين يمين. اظن انه هذا الحليب للاطفال، ما هو لحضرتك لحتى قاعدة عم تشربي. 6 and a half hours later. هي
الحمد لله، هدوء تام يا شين، هدوء تام، ما عاد في أي صوت، الهدوء تام، كثير حلو الهدوء. هدوء؟ وين الشمبانزي؟ وين الأدلة اللي كان عم يطول معك؟ وينه؟ وينه؟ لازم ندور عليه فوراً، لازم ندور عليه. امشي نطلع، أنا رح أدور عليه هون وبرا، وأنتي كمان لازم تدوري معي. أنا طالع أدور عليه بحديقة البيت. بسرعة شان، دوري كثير منيح، لا يضيع. أوف، وينه؟ وين راح؟ وين ممكن يكون اختفى؟ شام شغل السيفون حمام الحتكة بيها كتير. أب أنا ما شفت الولد أبدا أبدا أبدا، مو برا ولا جوا، لكن وين؟ حسبي الله ونعم الوكيل، خلينا نطلع برا مرة تانية، خلينا ندور بالجنينة الخلفية وبالحديقة. بسرعة شام، يلا تعالي. أي منطقة أنت طلعتي دورتي؟ وين؟ إذا ما لقينا الولد لازم نخبر فوراً الشرطة، سمعتي؟ هالمصيبة جبتها من ورا الآيفون، شكلها مش موجود بالحديقة الخلفية ولا الأمامية. نحن لازم نلاقي حل وبسرعة. أنا راح أخبر الشرطة فوراً، هني راح يدور عليه ويلاقوه فوراً، ما بصير الولد يبقى ضايع. ألو؟ ألو حضرة الشرطة؟ بدي أخبر عن ولد ضايع في البيت 35، ممكن تجوا تساعدونا؟ لا تتأخروا. زينب، اتصلتي على الشرطة؟ ايه اتصلت، حياة الطفل بخطر من تحت راسي. انتي بتعرفي انه انا ما معي رخصة؟ اكيد رح يسجنوني، الله ما يعطيك العافية. كان لازم تفكري يا شان بعواقب هذا المشروع يلي فتحتيه، وانتي ملك قد وما بتقدري تعملي اي شيء فيه. ما بين لأي أثر؟ لا، ما بين أي أثر لهالجني أو هالقرد. ياه، وين كنت؟ أنت وين كنت مختفي؟ رحت اشتريت شيبس من ماركت وشين. يلا، لجوا لجوا البيت بسرعة، دخل الحضانة فوراً، الجو مطر، بسرعة الحضانة. شكرا زينب، بقى الشيبس طيب كتير. شكراً لك، أحسن من رفيقتي شان، أنا من الصبح وأنا عم ساعدها وما ضيفتني أي شيء. بدور على شيء بتاكلي. الشرطة أجت، أنا لازم أهرب، أنا مالي أي علاقة باللي عملته شان، شان هي صاحبة الحضانة، أنا ما عملت أي شيء، أنا لازم أهرب، رح أهرب هلأ من البيت وأتركها، خلي تعمل اللي بدها إياه لحالها. زينب، وين رايحة وتركتيني يا حالي هون مع القرد؟ سلام يا شان، هاي مشكلتك أنت ما هو مشكلتي. اهلا حضرة الطابق. جانا ابلاغ ان في عندكم طفل ضائع في البيت رقم 35، وانت صاحبة هذا البيت، ويبدو انك فاتحتي حضانة وما عندك رخصة لحتى تفتحي حضانة وانت صغيرة تحت السن القانوني، رح القي القبض عليكي. ارجوك ارجوك انا اسفة، ربي انسجنت من سبب ايفون. خلع السجن يلا، عقوبتك السجن لشهر كامل. تاني مرة يا ست شام، فكري كتير منيح قبل ما تفتحي اي مشروع بدك تعمليه. اللي صار فيني كله، يعني اني ما خططت ولا فكرت بالمشروع اللي بدي اسويه. اتمنى تكتبولي بالتعليقات اذا انا سرعت.